بسم الله الرحمن الرحيم. أسعد الله مساءكم جميعا وأهلا وسهلا بكم في منتدى البيت العربي الثقافي. هذا البيت الذي يقوم عليه الأستاذ صالح الجعافي رئيسا ومنة السر الحاضرة الغائبة نجمة حتوقة وأعضاء الهيئة الإدارية والعامة. هذا المنتدى الذي اعتاد أن يكرم المبدعين وأن يستضيف المبدعين في شتى صنوف الأدب والعلم والمعرفة والفنون. يسعدنا اليوم وبكل تواضع وبكل فخر أن نكرم كاتبة وأديبة من الطراز المبيح أستاذتنا صباح المدني. كما أرحب بالدكتور عمرو المدني اللواء المتقاعد ودكتور قلب الأطفال. وأرحب أيضا بالسيدة خليلية المدني وبالأستاذة صوصة المدني والأستاذة نسرين المدني. أهلا وسهلا بكم جميعا وكل آل المدني الموجودين بين الجنب تعرفوا بالمقام. فأهلا وسهلا بكم جميعا. في مقال كتبه يوسف حمدان في جريدة الرأي بتاريخ 21/3/2014 لخص الأستاذ يوسف حمدان حكاية صباح المدني. واقتبست مما كتب الكثير مما سأقرأه الآن. الأستاذة صباح المدني قرأت في طفولتها من مكتبة البيت، قرأت حمزة البهلوان، عنترة بن شداد، سيد بن يزن، أسير سالم، وفي سن 12 عام قرأت العبرات والنظرات للطلوطي والأفتحة المتكسرة لجبران خليل جبران. كانت ترسم وتحيط الملابس وتحب المطالعة. وبحكم عمل والدها المتنقل سافر من بلد إلى آخر فاضطرت لترك الدراسة لترجع للمرحلة. تزوجت وهي صغيرة، كان عمرها 15 عام، لكن زوجها وفر لها الروايات والقصص والكتب فقرأتها بنهم بنهم شديد. أكملت دراستها بعد ذلك ونالت التوجيه في الثانوية العامة، وأكملت دراستها الجامعية حتى السنة الثالثة في بيروت العربية، لكنها لم تكمل المرحلة الرابعة أو السنة الرابعة. كتبت أول ما كتبت في جريدة الدستور حين كان الراحل بوز الدين البسوطي الذي تتلمذ على يديه الكثير من المبدعين الكتاب في الأردن وأنا منهم. كانت تبث خواطرها عبر الإذاعة الأردنية في برنامج البث المباشر، وطلب منها الإعلام القدير جبر حجاج أن تواصل الكتابة معهم، لكنها اعتذرت في ذلك الوقت. قررت الخروج من عزلتها بعد أن اعتزلت فترة من الوقت. فحين قررت العودة كتبت تقول: سأهجر كهف عزلتي وأغادر موطن الأحزان، وأسافر على أجنحة الشوق إلى شواطئ الأمل، أوسد الألم والأسى بين طيات النسيان، أستقل زورق الأماني وأقوم برحلة إلى الجزر للفرح، أطوف حدائق الزمن، أجمع من ورود السعادة البارقة، وأنسج من النسائم العطرية خيمة، ومن أغصان الحياة أصنع مزارع في رواد الدجى، أزرع القمر وأبني من النجوم هيكلا ستسكن الطمأنينة أفكاري، وأغزل من خيوط الشمس أشعاري، وأعزف على قيثار العمر حكاياتي وأسراري، هناك من بعيد أردد النشيد، سأستوطن جزر الفرح يا قلبي، ولا عودة لوطن الأحزان من جديد. تم بث هذه الخاطرة من خلال مذيع نعيم الدباس في برنامج مشوار الإذاعي، وانطلقت في ذلك الوقت صباح المدني من الحياة من جديد، إلى الحياة من جديد. تكتب وتزور الناس وتعانق المجتمع. ومن برنامج الأسرة
كانت الإعلامية جمال الجلي توصل كتابات صباح المدني إلى المستمعين عبر الإذاعة، وبدأت تنشر كتاباتها في مجلة الشباب وفي صفحة الأسرة بمجلة أرض الإسراء لمدة عامين. تعلمت على الآلة الطابعة في ذلك الوقت بإصبع واحد. اتصل بها شاعر شاب فلسطيني هو محمود عبد الحميد الأفغاني، بعد أن قرأ لها موضوعا بالدستور سألها من تكونين؟ أجابته قائلة وبكل عفوية: أنا مركب ممزق الشراع تتقاذفه الرياح، أنا طائر جريح مكسور الجناح، أنا نغمات ناي شاعر مثخن بالجراح، تسألني من أنا؟ أنا قصة بلا عنوان، أنا غصن ذاو في حديقة الأحزان، وأنا حروف معثرة على صفحات النسيان، أنا وريثة الحزن والشقاء، أنا من حاكت لي الأيام من أشواك الصبر الرداء، أنا من صفعتني الأقدار بعنف دون ذنب بل اضطراب، أنا من بدل الألم أفراحي بالعذاب، أنا من زرعت دروبي بالورود وجنيت الضياع والسراب، أنا لوحة شفافة شاعرية مزقها الأسى وغشاها الضباب، أنا صباح المدينة. بعد ذلك عرض علينا هذا الكاتب محمود الأفغاني أن يساعدها في الكتابة والنشر، لكن المفارقة أنها علمت بعد ذلك أنه حين اتصل بها كان على سرير الشفاء في مستشفى الجامعة، وبعد فترة وجيزة انتقل إلى وحدة الله. صباح المدني عضو في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين، وكانت فيه رئيسة لجنة التنسيق والمتابعة. كتبت في جريدة الرأي في زاوية أوراق، وكتبت في فراعنة الرأي. أسست أواخر التسعينات أسرة أدباء المستقبل، ومنها انطلق العديد من الأدباء نحو الإبداع، بل استوعبت الكبار أيضا فكانت نواة للإبداع، وربما يكون أحد أقدم المنتديات الثقافية. ثم تحول اسم الأسرة من أدباء أسرة أدباء المستقبل إلى منتقى عمومي الثقافي، أي أيضا عضو في نادي الرواد الثقافي. كانت تستضيف ما يميز منتدى عمومي الثقافي، ومعظمكم حضر كثير من جلسات هذا المنتدى في اتحاد الكتاب، لأنه كان يقيم سيادة في اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين. ما يميز هذا المنتدى أنه يقدم قراءة نقدية فورية لحظية، يخرج الأديب فيقرأ فيأتيه النقد مباشرة. كان معهم الدكتور الراحل عزم الصالح، كان معهم الأديب الكبير أستاذنا حبيبنا زياد صلاح المختفي عن الأنظار، ونتمنى أن يعود لنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ومعنا اليوم ايضا الدكتور عوني المدني الذي عرضناكم عليه، وهو اللواء السابق في الجيش ورئيس قلب الاطفال. ايضا ضياء المدني رحمه الله مدير هيئه المقص، ولها ثلاث من البنات السيده ميسون والاستاذه سوسه والاستاذه السيد. لها من المؤلفات السيد صلاح المدني للكبار باقه من رياض الادب، وقصص سهره على شرفه القلق، نزيف الذاكره، نصوص ليلة غادرني قلبي، قصص. ولها للأطفال ليلة في قصر القطط، مهنة الأمير، الأميرة بدر البدور، رجل الفضاء وغاز الأكسجين، عامر العيون الساهرة، الوفاء للفتيان، أنور الرجل العجوز، الكتكوت تمتم والذئب الماكر. سادتي الكرام، أقدم لكم الأستاذ صباح المدني. في هذا الاحتفال سيتحدث نخبة من أدبائنا الكبار عن رحلة هذه السيدة المعطاءة، عن هذه الأديبة الكبيرة التي نفخر أننا نكرمها اليوم، وهي أكبر حتى من التكريم، لكن بعض ما نستطيع أن نقدمه لها.
تحدثنا الأول في هذا المساء أستاذنا القدير الكبير شاعرنا الحبيب والناقد والمؤرخ أستاذ محمد سبحان، لك المنصة سيدي. أستاذ محمد تحبون أنت أكمل بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بالحضور الكرام، وخير ما ابدا به كلامي هو بيت شاعر يقول: تعيرنا أن قليل عديدنا، فقلت لها إن الكرام قليل. كنت أتوقع وأتمنى أن تغص القاع تكريما للسيدة صباح المدى، ولكن هذا دأبنا في الأردن، نتمتع بدرجة عالية من الجحود. أزيد يكفي كل القامات الموجودة. حتى إن الكرامة قليل. أيوة. يعني لست أدري كيف أبدأ في الحديث عن صباح المدني. هل صحيح ما قالوه لنا أن العقل السليم في الجسم السليم؟ ماذا سنقول لهم إذا ذكرنا بيتهوفن وهو الأصم الذي كتب أجمل السيمفونيات في الموسيقى العالمية؟ وماذا سنقول لهم عن طه حسين الأعمى الذي أخذ بجدارة لقب عميد الأدب العربي؟ وماذا نقول لهم عن روزفلت الذي قاد الولايات المتحدة الأمريكية بعد الحرب العالمية الثانية، وكان مقعدا أيضا يسير على عجلة متحركة؟ صباح المدني التي كانت حديث شباب عمان في سباق، وكان الجميع يخطبون ولده لجماله، أثبتت وهي التي ابتليت بإعاقة حركية أوقفتها عن السير، لكنها لم تمنعها عن العطاء. فتحدث هذه الإعاقة وخرجت. وأذكر بعد أن تجاوزت مرحلة بأقلام القراء زاوية البسومي، أنني كنت أول من نشر لها رسميا لأعلن ولادتها ككاتبة، حينما كنت رئيسا للقسم الثقافي في جريدة البسور في عام 1984-85. لكنها وفي منتصف التسعينيات انتسبت إلى اتحاد الكتاب، وكنت حينها عضوا فيه، وأنشأت أسرة أدباء المستقبل ورعتها في جلسات أسبوعية منتظمة. وأنا حزين كما بدأت حديثي، كنت أتوقع أن تمتلئ القاعة بأعضاء منتدى عمون أو أسرة أدباء المستقبل، ولكنني لم أجد في الحضور إلا اثنين فقط من أعضاء أسرة أدباء المستقبل، وهما محمود والدكتور. ما كنت أقول يا أستاذ
والله وفاتح يعني ثلاث ومخلد وخلد يعني قلة من الأوفياء. النخبة زي ما حكينا في القناة كان في البدايات التأسيس وأنا واكبتها منذ ذلك الحين وحتى ربما آخر الجلسات ما بعد الكورونا أو قبل الكورونا كان يساعدها الأديب زياد صلاح الذي لم نكن نسمع باسمه قبل التأسيس أسرة علماء المصطفى. كان يشارك في الجلسات النقدية التوجيهية في الفترة الأخيرة ثروة، رجل يقيم كثروة في الأدب والنقد والشعر، وهو المرحوم بإذن الله تعالى الأستاذ الدكتور عظم الصالح الذي كان يقيم ما يقال أو يلقى في هذا المنتدى، ولكنه وقبل أن يغلق المنتدى أبوابه سافر إلى أمريكا للعلاج عند أبنائه وتوفي هناك، وكنت أنا في أمريكا في ذلك الوقت وكم ولدت أن أحضر جنازته وأن أشارك في عزائه، ولكن أنا كنت في أقصى الشمال الشرقي وهو كان في أقصى الجنوب الغربي. تخرج برعاية صباح المدني لمنتدى عمون أو أدباء المستقبل قبل نفر من الأديبات والأدباء الذين لا أرى أحد منهم في القاعة أقرب منهم زياد صلاح وسلطان القيسي وحسن مريم وآخر اسمه حسن لا أذكر اسمه الأخير وخالد فوزي وسعيد يعقوب وصفية البكر وأسماء الملاح ورمد سيسو وسوسن المدني التي توقفت عن الكتاب. إنها سيدة تستحق التقدير والتكريم، فهي تحمل في داخلها دأب النمل وعطاء النحل، ولا يسعني في هذه المناسبة إلا أن أشكر اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين الذي منحها المكان الذي انطلقت منه، وأيضا لا يسعني إلا أن أذكر أحد الشيالكة الشيء يذكر الذي كان يعطل الأسانسير فنضطر إلى حملها على الدرج 20 أو 30 لأنه ما بدوش يصرف وهو مليونين واخذ جيوش يصرف ولكن أكلته الأرض في مدى. وبارك للسيدة أم محمد ابن الطبرية وعمان هذا التكريم المستحق، وأشكر الجهة المكرمة في منتدى البيت العربي على هذه اللفتة. أرجو أن تقبل صباح المدني أم محمد منا جميعا أسماء آيات التقدير والتبجيل والتكريم، وليس فقط منتدى البيت العربي. مبروك يا أم محمد هذا التكريم وشكرا للمنتدى ولرئيس اتحاد الكتاب الذي جاء ليشاركنا وكان مفروض أن يتحدث قبلي بس اشتغاله في الانتخابات
اللي ان شاء الله بنبارك له برئاسة الاتحاد مرة ثانية اخرى. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا جزيلا استاذ محمد السمحان شرفنا وجينا. يعني احكي قبلك انا اتصور ما احكي قبلك. مقدر لا مستحيل لا قدر ولا غير والله انا ما احترم القامات. عشان بس الوقت استاذ عليان بس بعد الاذان الكلمه لك ان شاء الله تعالى. الله يسلمك. الله يسلمك. الله يسلمك. لا وقفت استنى لا مش نعود معكم في حفل التكريم للاستاذ صلاح المدني ونتحدث الان سعادة الأستاذة ريان عدوان رئيس اتحاد الأستاذة الجبال الأردني بلد فوق المشكور. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أخيه المسيح ابن مريم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. يطيب المساء بكم فطبت المساء فكيف لا يطيب المساء بهذا الارتفاع بهذه القامة الثقافية السامحة التي أرفع لها الرقاب ألا وهي الأستاذ صباح المدني. صباح المدني عندما قبلت عضو في اتحاد الكتاب نقرأ أسماء صباح المدني فهي صباح المدني أختي سميحة عبد الرحمن نذكر كانت سنتين عندنا بالاتحاد
فرغم ما تعرضت له الأستاذ صلاح المدني من خطأ طبي كاد أن يقتلها، عطل إيدها اليمين فتعلمت الكتابة بإيدها اليسار كي تبقى مواظبة على الأدب والثقافة. هذه قمة العطاء، أن يكون الإنسان تعطل إيده اليمين ويتعلم الكتابة بإيده اليسار كي يكمل باقي عمره. فلا تاريخ طويل مع الأستاذ صلاح المدني، وقفت معنا كثير مواقف مشرفة، وحاولنا نرد بعض الجميل لها وليس منا. اجتمعنا مع معالي اللانا مانكخ في أول دورة لنا بالاتحاد 2015، وعرض اسم صباح المدني أثناء ذهابي أنا والهيئة الإدارية لمقابلة السادة أو الدكتورة لانا مانكخ. فعندما تطرقت صباح المدني وأن صباح المدني تدفع إيجار لحضورها بالاتحاد قامتها العمل السياسة الثقافية، فكانت الهيئة الإدارية موجودة. فقلت معالي الوزيرة أتمنى أن أعطي قرار الآن ويوافق عليه الهيئة الإدارية وهي موجودة الآن في حضرتك. قال تفضل. فالأستاذ صلاح المدني المعفية عفاء تام من التكاليف التي ترتب عليها في اتهام كتاب الإدارة الإدارية، وتمت الموافقة لمكتب الوزيرة. هذا الحكي مسؤول عنه أمام الله. فأخذنا قرار بإعفاء الأستاذ صباح المدني، كانت تدفع 80 دينار في الشهر، وأظن الفترة الأخيرة تصل إلى 40. فعند 40 كانت الإقامة مع معالي الوزيرة. وقلنا لا، إحنا اتحاد الكتاب هذا قائم مفتوح للأستاذ صباح وغير صباح، قائم الاتحاد ما سكر أبواب. فكان إنه وجدناها أقرب فرصة لخدمة هذه الإنسان لأنها تخدم الثقافة. تخدم المثقفين وخاصة الشباب، فكانت تستقطب الشباب بطريقة مش طبيعية. كانت لما في يوم الخميس، كان كل يوم خميس الأستاذ صلاح المدني اللي هو ملتقى عمون الثقافي المدة الأخيرة، كنا عندما نأتي إلى الاتحاد، وأنا دائما أحب أشرف على الاتحاد يعني بعد أوقات الدوام، أنا الخمسة أدام وأروح، ولكن بعض الأيام لازم أراقب الاتحاد، أراقب عمل الاتحاد من الضيوف اللي عندي. ما بترك الأمور فاتة، صح هي كبيرتنا وأختنا الكبيرة، ولكن لابد من الرقابة. فلما أجد الاحترام والتقدير والأعضاء المحترمين الموجودين في القاعة، شيء كان يريحني كثير. وكلهم نوعية طيبة من الشباب المعطاء الذي يقدم للوطن ويقدم للثقافة. فالأستاذ صلاح المدني طبعا هي اصلا بالاعلام وضعها كانت اعلاميه، فبعد الاعلام تعرضت المرضى وايدها اليمين تعطلت، كتبت بالشمال وتابعت الثقافه ولها العديد من الاصدارات لا هنا الان اذكرها. فهذه قامه ثقافيه سامخه. نشكر البيت العربي بإدارة الاستاذ صالح الجعافره على هذا الحضور، على هذا التكريم لهذه القامه الثقافيه. ونشكر الأستاذ محمد سبحان والزملاء الموجودين عبد الرحمن بيبين وأخوي الأستاذ جمال عشر وكل الاستضافات المشرفة، الأستاذة عضو الرابطة. النت لا بد من أن نتطرق يا سيدي، لأن احنا أصبحنا إخوان الله يا بابا، أصبحنا كتاب وطن، أصبحنا كتاب وطن، ما في لا رابطة ولا اتحاد بعتبرها. احنا زملاء. فالرابط أو الاتحاد كل يقدم لهذا الوطن، فأنا مع التقديم لهذا الوطن، من يقدم لهذا الوطن يحترم. فأنت الناس الذين يقدم أيضا للوطن، وبالوزارة وضعك معروف بما تخدم الأدباء. كل الشكر والتقدير سعادة الباشا، تشرفنا فيك اليوم. فكل الشباب والإخوان محمد سبحان قامتنا الكبيرة الثقافية التي نعتز الذي علمني كل أسرار الانتخابات منذ عام 1992. ترى مو علمنا على السياسة الانتخابية، في كلمة ثانية بحكيها بس مش بالمقام. بلاش برومج كثير، فهو الذي علمني السياسة الانتخابية، كيف أن تسير الانتخابات،
فشكرا سيد محمد السبحان. عام 1992 يا سيد عبد الرحمن 1992 خذنا اول انتخابات عمومية بالاتحاد المتحد. سقطنا كبار لا بلاش خلص لا ما بدنا فكل الشكر والتقدير للبيت العربي والسيد محمود محمود داوود بشرك ناجح باذن الله. فكل الشكر والتقدير لهذه القامات السابقه التي وجدت في هذه المساله معنا الاستاذ صالح والاستاذ ابراهيم. حياكم الله جميعا اخوان واخوات اعزاء. شكرا لكم جميعا انا قلت اخوات فاضلات فضليات واخوتنا اجلاء اعزاء اشكركم على الاحتفاء بهذه القامه. تستحق والله تستحق الاحترام والتقدير وتستحق التكريم. فشكرا لك يا استاذ صباح المدني خبيرتنا عزيز. شكرا شكرا لكم. شكرا لكم. شكرا استاذ علي انا رضوان رئيس الحكم الكتاب لبيت الله يطول عمرك. الله يطول عمرك. لا توفق. سيد الصباح المدني مهما قلنا عنه فنحن مقصرون لان المواقف كثيره ربما لا يشرحنا ذلك حتى المتحدث الان الدكتور محرد بركات الذي واكب مسيره الاستاذ صباح المدني في كثير من الاوقات ما بدي احكي عنه الان هو بحكي عن نفسه تفضل دكتور غالي تفضل. مساء الخير جميعا حضور الكريم لو سمحتوا هذا المدني مساء الخير والمحبه بسبب تحكيها هم اهلي هم أهلي هم أهلي هم أهلي. لأنه سيد صباح المدني منذ 20 عاما دائما تناديني أنت ابني الرابع. وكم كنت أفتخر لما كانت تناديني أنت ابني. كنت بالدوام تحكي معي كل مخلب إذا عندك العصر بتاع المر. أجلس معها وناقشها وكذا تقول لي أنا عامل لك غدا لك ابني. هذه لا يمكن ان يعني هاي المواقف الانسانيه لا يمكن ان 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 تنسى اطلاقا يعني. انا بجوز ابو طاهر واخونا وياد يعني تكلما وابدعا وانصفا السيد صباح انا بحكي لك اشياء سريعه. انا تعود علاقتي بالاسر لنداء المستقبل منذ عام 2000 وقتها انا كنت يعني جزء 32 سنه كان عمري فتى قرويا لا يعلم شيء من الثقافه كنت اكتب يا دوب يعني بدايتي وحتى ما كنت اسمع بعض الكتاب يعني استغربوا فيما بعد يعني انضميت للرابط فخلال مكان عملي قرات في الجريده انه اسره دوار المستقبل عامله مشاركه وكان موجود هاتف او تليفون على الجريده فحكيت على الهاتف فرد صوت حنون دافئ اللي كان سيدي صباح وحتى لا اطيل عليكم كان موعد قال تعال قلت له انا عندي نصوص اكتب وحب اقدم الجائزه قال تعال انا عندي يوم الخميس اظن كان في اتحاد المراه في جبل الحسين انا ما اذكر فاتيت وحضرت تلك الامسيه كان على ما اظن كان ناقد عراقي اسمه عباس الامير على ما اذكر. ما رايته في تلك الليله كان اشبه بمختبر سردي حقيقي يعالج النص بشكل مباشر ويقوم يعني بتدوير النص. الاسبوع اللي بعده قرات بارتباك طبعا من اول مره قرانا بالجمهور. هذا كان هدفا من اهداف اسره الدباء المستقبل كيف نقصر المسافه بين المبدع والجمهور الى صفر. هذا كان هدف. اسره الدباء المستقبل كما قال الزملاء وكما تعرفون قدمت هذه الاسره للمصدر الثقافي مبدعين كثر ومنهم من اخذ جوائز يعني اذكر رضا البرقان، اذكر منال حمدي، اذكر تذكر ابو اياد كان في الثلاثي نطق عليهم كنا ثلاثي الشعر الاموي
سلطان القيسي وحسن مريم وفي شخص ثالث حسن اسمه حسن بس اسمه حسن ايضا. فهذا جانب يعني ما كان في اظن على ما اعتقد بذيك الفتره والان يعني ليس مختبر سيدات الاردن الان اللي قاعد يقدم برامج حديثه يعني اضوي اي دليل فيه، لكن في تلك الفتره من اواخر التسعينات ما كان في هيئه ثقافيه تقوم بهذا الدور المفصل انها تستقطب الشباب وتقوم بمعالجه نصوصهم عن طريق نقاد يعني لهم خبره. وهذا دور يعني دور صحيح يفسد لهذه الاسره اللي انا لن انكر انا واحد من الذين يعني الذين تطورت ادواتهم الكتابيه من خلال اسئله المستقبل وانا على ملأ. انا من الناس الذين اعتبر نفسي من ضمن الناس اللي طورتهم أسرة دباء المستقبل. ونحن كما قال أظن أينشتاين يعني قبل حتى يعني عند الاحتضار نبقى يعني كما غمس يديه بماء الحكمة والثقافة الكنيسة. لا ندعي الشيء الثاني اللي أحكيه أنه الست صباح من جانب أدبي إبداعي هي متعددة المواهب. كثير من المبدعين في الأردن ظلموا ولم يكرموا بمعنى التكريم الحقيقي. سيد صباح متعددة المواهب، ترسم وتكتب وإعلامية وعند سيناريوهات كانت كنت أشوفها في البيت أيضا يعني تكتب النص المفتوح النص البوحي الدافع. أحيانا الشعرية بتكون عالية في اللغة يعني اللغة كما تشعل حرائق في هشيم اللغة يعني كما كانت تشعل حرائق في هشيم اللغة حقيقة يعني. أيضا كتبت الأطفال وكتبت الرواية الطويلة رواية الفتيان الطويلة يعني اللي ممكن تحول إلى سيناريو أنيميشن أو أي شيء يعني لو كان هناك أناس يعقلون. الجانب الأخير حتى أطيل عليكم اللي هو الجانب العمومي والعمومي والإنساني. سيد الصباح كان بيته مفتوح للمثقفين، كنا كان أشبه صورة أدبية. كنا نجلس عند الهيئة الإدارية أو غير الهيئة الإدارية، كان فعلا هو صالون أدبي. الجانب الثاني العمومي يعني هذه المرأة العظيمة بنت حسين استطاعت يعني أن تخلق عائلة نموذجية. دكتور عوني باشا من أعز أصدقائي، دكتور محمد من أعز أصدقائي، حتى من ضمن الطرف حتى ما أبتعد يعني. أنا كانت مدام حامل وزرته بزيارته وهو كان في مركز الدرجة كان لازم تروح عند محمد. فراح يقول مدام فيها ولد. قالت المدام راح اسميه محمد اسمك. محمد الان 17. وايضا لا انسى اخواتي الرائعات كلهم ما شاء الله عليهم يعني سوسن وكوثر وسنسرين كلهم رائعات. وهذا بثمره بجهود عظيمه لم يعني مرض لم يقعدها لم يقعدها عن الانجاز لم يقعدها عن التعبير لم يقعدها عن صنع حاله ثقافيا معتبرا في الاردن. ام محمد انت امي وكل المحبه لك، انا اتمنى لك طول العمر والصحه والسعاده والسلام لاولادك ولهم اخواني كل معنى الكلمه. وان شاء الله هذا التكريم يعني انا اتمنى للامام يكون هناك قاعه لاحد المراكز باسمك، تكون هناك جائزه محترمه تطلق باسم سيد صلاح المدني حتى فعلا نستطيع في الداخل نطمئن انها كرمت على انجازاتها الكبيره. استاذ محمود كل الشكر، ايضا استاذ صالح الجعافرة كل المحبه والاصدقاء كلكم اصدقاء وشكرا شكرا لكم. دكتور مخرج بركات الف شكر لك. يعني انا اذكر اني عرفت الاستاذ صباح المدني قبل ان اعرف انها زميله اتحاد الكتاب. كنت اقرا مقالاته في الراي وانا كنت صحفي في جريده الاسواق في ذلك الوقت، وكنت اقرا اسم صباح المدني واتابع مقالاته في جريده الراي الى ان انتسبت لاتحاد الكتاب واصبح لديها اسره ادباء المستقبل. انضممت الى اسره ادباء المستقبل وكنت اكتب اخبار اسره ادباء المستقبل وانشرها في جريده الاسواق كنشاطات اسبوعيه بشكل دائم يعني الحمد لله. ولما تغير اسمه الى عموم الثقافي ومريت على الاتحاد في مره يعني وقعدت يقول انت وينك؟ ليش غايب عنا؟ انت منه فينا سواء دفعت الاشتراك او ما دفعت لا تغيب. فرجعت احضر الحمد لله كل خميس الى ان يعني لولا ظروف العمل كانت تبعدني، لكن سيد صباح حديثنا واستاذنا ومثلنا الاعلى
في العطاء، ويعني بكفي نشوف هذه خامات النيرة من أبنائها كلهم ما شاء الله، هي التي ربت وهي التي جعلت وهي التي سهرت. فكل شكر سيدتي على كل ما قدمتي. مش بس إحنا اللي نعرف الصباح، أكيد في ناس بيننا نعرف الصباح، والمتحدثين الرسميين تكلموا، لكن سأعطي فرصة أيضا لمن واكب هذه المسيرة ولمن واكب عطاء السيدة صباح. بدي أبدأ بأستاذة فاطمة مشرف، أتمنى عليك أن تقدم المنازل. دقيقتين وربع يلا بزيادة. الأم الرعون، شكرا لحضورك. سمعتني الأم الرعون ولا ما سمعتني؟ شكرا لأنك القدوة، شكرا لأنك الأم الرعون التي احتضنتنا جميعا. وأذكر أنني عملت وشرفت معك بإدارة هذا المنتدى فترة قصيرة، يعني لمدة سنتين فقط، وعلى منبر اتحاد الكتاب في كل خميس كنا نستقبل شباب المبدعين تساندينهم وتدعمينهم، وكثير من الأسماء الآن مشهورة ومعروفة، وهناك بعض النقاد الذين ظهروا وخرجوا من منصتك، وأيضا الأستاذ زياد صلاح كان يقومهم بطريقة وبأسلوب يعني غير مجحف. أعود سيدة صباح المدني قدوة أنت لنا جميعا، وأي كاتبة تريد أن تصعد أو يكون لها اسم في الوسط الثقافي وجب أن تتبع مسيرتك وأن تتبع ما تكتبين. أهلا وسهلا بك، وخطوف محبة للعائلة الكريمة عائلة المدني، نفاخر بكم أجمعين. شكرا. أستاذ منذر الله أحد الموافقين، لا موسوعة في الأزهار تسعفني ولا القاموس يكسر. صفتان من بين كثيرات كانتا لصيقتين لأستاذتنا المحتفى بها، وكانتا ترافقانها في حلها وكحالها، فهي الكاتبة المبدعة القريبة بأعمالها من نبض الناس، وترصد آمالهم وهمومهم وعذاباتهم، فكانت كتاباتها لتطهير الروح من كل من ما شابها، والضمير من كل ما يبعث على طهره، كما في مجموعتنا القصصية ليلى غادرني القلب. الصفة الثانية وهي حاضنة المبدعين وراعيهم الأول أسرة غباء المستقبل ومنطقة عمون، وكانت هي على هاتين الصفتين معا وفي آن واحد، فلا فراق ولا افتراق، بل على تناغم وتوازن وانسجام وتكامل قل نظيره. وكانت الصفتان هاتان شديدتي الصلة بشخصيتها وكينونتها حد التمام، بحيث تعرفان بها وتعرف بها، ولأجل هاتين الصفتين كانت نسيجا على حدة وتمايز وتألق، فيستدل عليها بما هما تنضحان به من ذاتها وموهبتها وإبداعها. سيدة صباح نعرفها بصمتها قبل صوتها، هي من تحيل الإحساس إلى فكرة وتجعل من الفكرة صورة من صور الحياة. آمنت بقدرتها على التسجيل والإبداع والابتكار في مشوارها الأدبي الطويل. نتعلم منها أن لا نتوقف عن التعلم والكتابة مهما بلغنا من العلم والعمر، على مبنى أن نبحث عن المعرفة دون توقف أو ملل. وشكرا لك يا من عطقت المشهد بجهودك وعطاءاتك ومحبتك، للتي أعطت الكثير من ذاتها ووقتها، للتي تحدث كل الصعاب، للتي أخلصت للأدب والثقافة. تقول لنا بعطائها الممتد على مدار عدة عقود أن الحياة لا تتوقف عند قدر ما، وإنما صاحب الإرادة هو من يحول من قدره الصعب إبداعا وعطاء. فكانت كما ينبت العشب بين مفاصل صخرة، تنطفئ كلماتك من أعماق الروح
تتحدى الزمن وتصل إلى القلوب بعمقه وجماله، ترسم ببراعة دوحات من المشاعر والأفكار، تجعل من كل حرف سطرا ينضب سطرا 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 ينضب بالحياة. شكرا من القلب أستاذ صباح، أدعو الله لك بمفور الصحة والعافية والأفضل. السلام عليكم. شكرا استاذ منذر الله. نعم والله بدأت الان محطم انا ضابط على الاجتماع الان ولا صباح المقروض ان شاء الله اشوف قريب ان شاء الله قريب شكرا لمشاركتك صباح ان شاء الله كنت تكسيني شكرا ذات يوم كانت صباح في المستشفى في بيروت فكتبت بيتا من الشعر قالت أنتم النور لظلمة قلبي يا أحبائي وأنتم الربيع وسط شتائي اذكروني إذا طال وجه النوى وإذا ضاع بالضجيج الدائي نتمنى أن تكون عمر وتبقى ذخرا لنا وأستاذة نتعلم منها كثير اسمحوا لي أدعو الأستاذ الدكتور سهيل حمد تفضل سيدي القيلة ما تيسر معك دقيقتين خمس ثواني هذا الموضوع أسعد الله مساءكم مثل هذا الاحتفاء يشجع على العطاء الذي يريد أن يتعلم اللغة العربية أين يذهب؟ يذهب إلى كتاب سيبويه إلى لسان العرب إلى مغني اللبيب يتعلم الفاعل مرفوع المبتدأ مرفوع الخبر مرفوع اسم كان مرفوع خبر إن مرفوع لكن الذي يريد أن يتعلم تطبيق قواعد اللغة العربية أين يذهب؟ الذي يريد أن يكون أسلوبه متميزاً فكانت أسرة أدباء المستقبل فيها الدربة فيها المراس فيها النيران فيها الثقافة العالية الثقافة المتنوعة القراءات المتعددة قصة رواية شعر مقالة خاطرة هذه أسرة أدباء المستقبل إني وإن كنت الأخير زمانه لآت بما لم تستطعه الأوائل من القائل؟ الأوائل من القائل؟ أبو علاء المعري وكان أعمى الأدب بحر خضام بعيد سواحله عميق غوره عتيقة أصدافه هذا الأدب يصور الحياة مرآة الحياة هو ديوان العرب الأديب يصور الحب البغض المدح الهجاء أسرة أدباء المستقبل كانت توجه الأدباء التوجيه السليم حتى خرج أدباء حقيقيين نشكر الأستاذة الفاضلة صباح على ما خصصته من وقتها لرعاية الأدب والأدباء وهي عاشقة الأدب وشكرا لك ومبارك أستاذ محمود إبراهيم لعبنا كان يسجل أسماء المقرأ في أدباء المستقبل وفي عمود كان يجهز لنا ميكروفون مساء الخير أرجيها لكم من عمق أعماقي فأنتم فرحة القلب وأنتم بوح أشواقي وأنتم يا وجوه الخير عشتم بين أحداقي هذه الوجوه النيرات أحبتي يا فرحتي بلقائكم يا فرحتي أنتم ورود يا نعات قد ذهب
من نور طلعتكم حدائق جنتي. القصيدة بالطبع حتى أعلم البعض الذين لا يعرفون أننا حوالي من 10 سنوات وأنا أنظم الجلسة للديوان اللي كنا طبعا في اتحاد الكتاب نجتمع فيه، أيوة اللي هو عمون. وبالطبع يعني لما انتقلنا ورحنا وهذا والأيام بتمر، قصيدة أقول فيها تحية لجميع الحضور وعلى شرف الست صباح البدن، تحية لكم. القلب يغشاه نور من محبتكم فيرسل الشوق أنغاما وألحانا، ألبستم الروح ثوبا من محاسنكم وقد سكنتم بلا ريب حنايانا، الكون تغمره أنوار طلعتكم، يا من جعلتم جديب الأرض بستانا، وجودكم بيننا يثري ثقافتنا فيصبح المنتدى بالصحب مزدانا، من شاعر تملأ الدنيا فصاحته يروي لنا الشعر ألفاظا وأوزانا، وآخر شنفت آذاننا قصص منه وخاطرة تثري حكايانا، وباقة من شقيقات لنا نسجت أفكارهن من الآداب ألوانا، وقائد أصبح الإبداع ديدنه، بالعلم يغمرنا دوما ويرعانا، هذه صباح بحور الشعر قد نثرت أمام طلعتها وردا وريحانا. الله يا ربنا فاجعل لنا عملا فيه القبول بدنيانا وأخرانا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا شاعر الأستاذ محمود إبراهيم. مبروك التكريم. أستأذن عوني باشا إذا بتحب تقرأ تحكي لك كلمة عن الأم صباح اليوم، يعني بنكون إحنا كثير مسرورين بهذا. يلا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نمسي عليكم جميعا وهي اللفتة الطيبة الكريمة من إخوان وأهل وعزوة وطيب، يعني هذا تقدير للوالدة ولإبداعاتها الأدبية وإنجازاتها والرحلة اللي سردتوها حضرتكم. نحكي كوالدة، يعني الوالدة بدنا نذكر فترة المدرسة والتوجيهي والإعدادي، هي أنا كنت في سنة التوجيهي، فكانت يعني نسهر الامتحان والمستقبل وكذا، فأقول لما أنت نام لك ساعتين واصحى مشان تحسن من معدل وكذا، تضلها سهرانة وتسهر معنا يوم للتنتين، يوم للفجر، صلاة الفجر صحينا وكذا، كانت مواكبة. لما رضيتها بنص التوجيه أثرت علينا الصراحة كعائلة، وأنا كطبيب هلا بحكي، مش كابن، الإنسان إنه ما يفقد الأمل، عرضت لنفسه كبيرة بصحة الإنسان كامل عافيته بروح وبيجي وقوي وكذا، وفجأة فيروس بيأثر عليك وبترتمي بتبطل تقدر توقف، وبعدين في مسارين بحياتك، يا تستسلم
يا اما تتابع المسيره تحدي. فهون اجت الاراده القويه والتحدي، وهذا احنا لما شفناها نهضت بارادتها وقوتها انعكس علينا، اعطانا قوه ودفع للامام انه شوف كيف ست مريضه وكذا ما استسلمت للياس، رجعت فتحت للنور بحياتها وتابعت مسيرتها الادبيه ومسارها. وفي شغلات كثير ذكرتوها احنا ما بنعرفها، احنا قضيناها امتحانات وادخل بورد واطلع بورد واسهر ومناوبات. ف يعني فاللفته الكريمه الطيبه منكم هاي احنا ما بننساها ابدا، وتحيه لكم جميعا الاستاذ وسعاده رئيس الاتحاد والاخوان كلهم صغيرا كبيرا، ما نقول لك نسينا حدا فيكم، وبارك الله فيكم والله يجزيكم كل خير عنا جميعا. شكرا عمي باشا. ومن هالمنبر سيدي بندعوكم بما انكم الان طبيب قلب اطفال لعمل محاضره حول هذا الموضوع ايضا، يعني كثير حلو التوعيه لانه احنا من رساله المنتدى العربي للثقافه المجتمعيه ايضا، بنسق معكم ان شاء الله واعدكم. ما سعدني بكم اعزائي وبما وجدته بتكريمي، لقد طبقتم عنقي بجميل لن انساه محميين، فانتم نبع الخير الكرم وذو الخلق الرفيع الذي قل وجوده مثلا له في هذا الزمن العصيب. والحاضرين الساده ابعثها بمن الحب والتقدير، ارى قلبي حائرا ولساني عاجزا وقلبي غير قادر على النطق بعبارات الشكر والعرفان على حضوركم الجميل الذي لا ننساه محلي. مسيرتي الإبداعية مشوار الأدبي، إذا قدرت شريط الذكريات للخلف ليطل على مرحلة البدايات، ليطل على مرحلة البدايات الشاقة والشيقة في آن واحد، أجدها مثلا عالقة بمخيلتي وكانها البارحة. الورقة اللي كتبتيها في البداية ست هي قبل أن نختم أيضا الأستاذ شاعرنا محمد طعامي طور طلب مني أن يعمل مداخلة. أستاذ محمد تفضل. مساء الخير. طبعا أنا آسف على أني جيت متأخر، لكن يعني ونحن نعيش هذه الأعياد الوطنية وما أجمل أن ترى الوطن في عين أم كصباح المدني، وايضا نعيد لها ذكريات قد لا تكون تذكرها، اني انا كنت نجي من الجنوب وانا كنت قادم من الشوبك، واول قصيده القيتها في بين يديك في حضره عامون في اتحاد الكتاب كانت هذه القصيده التي ساعيدها امامك اليوم لانك تستحقيها، لان الوطن اجمل ما يكون الوطن في عين الامهات. لذلك اقول يا محلى الوطن يا محلى الوطن في عيني كنت وبس يا يما، يمتك تقابل وشمعة وجهك سنا بالخير يا يما، تفداك عيني وعين اللي يعشق هذا الوطن رغم همه، يا غيمة خير بتقول للصحراء هذا الوطن ترى جنة، يا بسمة فرح
بتقول للمقبل هلا بالضيف يا ابني، ترى الضيف ضيف الله، انت الوطن يمه والوطن انت، انت الشمس يوم الشمس اول الطوة، وانت رغيف الخبز للمحتاج وصدر المحبة للمشتهي ضمة، تخفي خلف عصابتك بياض الشيب وهمك ما حدا دري عنا، على خد الوطن شامة انت وخالتي وعمة، يا محلى الوطن في عينك انت وبس يا يوم. محمد بعون الصبر شاعرنا وحبيبنا، شكرا لك. ايضا شاعرنا الاستاذ رفعت قزيح محمد، السلام عليكم. شغلنا التليفون. كل التحايا لهذا الجمع الرائع، وهذه الليله بالذات الروعه كانت زياده بوجود الفاضله صباح المدني. القصيدة، أنا عندي قصائد وطنيات وجدانيات. جد ما يخص المناسبة، فقط جد ما يخص المناسبة، أو إذا في كلمة بخصوص المناسبة فقط. هذه حفلة تكلم. أنا عارف حفلة تكلم، ممكن إحنا ما إحنا اليوم الأحد في عندنا برضه حفلة. يوم الأحد. معلش أنا بغير المشكلة عندي. بتكلم على قصيدة. الأردن الأردن موطني يا جنة يا فرقدة، موطني أحلى قصيد أنجدة، موطني موطني يا خير شعب في الورى، موطني يا موطني يا خير حسن جيدا، فيك طاب العيش عزا وهنا واستتب الامن اضحى سيدا، يشهد التاريخ والدنيا معا ان للاردن مجدا سرمدا، ها هي البدراء في بيدائه لم تزل في حسنها كي تشهدا، كلما أشرق صبح قلتها وردة أو درة أو عسجدا، قد بناها الصيد قد بناها الصيد صرحا شامخا وورثناه وكنا المقتدى، وانبرت عمان في أثوابها تنقل الماضي لتحييه غدا، ولقد سرنا على آثارهم فاعلموا أنا أعدنا المشهد، نكرم الضيف ونحمي جارنا ونصون العهد حتى ينفدا، لا نطيق الظلم أو نسعى له إنما للحق أطلقنا اليد، في طريق الخير نمضي دائما لا نهاب الحرب أو نخشى الردى، من ذرى عجلون من فوق الجبل من ربى السلط وعالي اربدا، انت من عمان هزت صيحتك يا مليكا كل قلب فاهتدى، انت للاردن قلب نابض وحياه وربيع وندى، انت فخر جاوزت ابعاده مشرق الشمس فكانت ابعدا. في ختام هذه الأمسية أدعو، شكرا صالح، أدعو الأستاذ المهندس صالح الجعافرة وبمعية الأستاذ عليان العدوان رئيس الاتحاد، يعني وجودك برضو ما منك طبعا، إذا تكون موجود، وبدي عوي باشا تكون موجود أيضا لتكبير الملف.
يعني كنت واضح يعني مقصرين بحق الاستاذ صباح المدني تكرمها اكبر قدر جميعا يعني، لكن ما نستطيع تقديمه. فكل التحيه والمحبه لكم جميعا. حضور الفتى الفتى استاذ صالح تفضل.